القراءة، وهذا مؤشر كبير على تزايد اهتمام الناخبين بهذا الاستحقاق الهام في ترسيخ المسار الديمقراطي ديال بلادنا. القراءة ديالنا خلال هاد التعبئة، لأن هذه تعبئة 50% أنتو يعني بليس كونورابل، القراءة ديالنا خلال هاد التعبئة أن الناس بغات البديل، بغين التغيير، وهاد الإرادة الشعبية في التغيير غتعبر عليها إن شاء الله المخرجات ديال صناديق الاقتراع اللي كنتظروا النتائج ديالها. هذا الرقم كيوضح كذلك تزايد مستوى ديال الوعي لدى المواطنين بأهمية العملية الانتخابية. يمكن لنا نقولوا احنا كحزب شاركنا بالعمل ديالنا وشاركنا بالقرب من المواطنين، ودنا واحد العمل كبير باش نجبدو يعني باش نجذبوا واحد الفئات جديدة من الناخبين، ومن ضمنها العدد يعني من الشباب راكم شفتوا يعني خلال الحملات المتواصلة اللي كانتوا اللي كتشوفوها عبر يعني الانترنت ولي ريزو سوسيو ولي ميديا سوسيو، انه الشباب هو اللي عمل الحملة ديال التجمع الوطني وكان حاضر في قوة. كنبغي نشكر بهذه المناسبة مناضلات والمناضلين ديال الحزب على التعبئة وعلى هذه السياسة ديال القرب من المواطن، والعمل ديالهم كبير باش تضمن ان شاء الله هذه الحملة في احسن الظروف. وبكل تأكيد وعلى الرغم من ظروف هذه الجائحة، لأن في بوبيك هذه 50% اللي تعنلت عليها راه جات في واحد الظروف اللي هي غير عادية واللي فيها الجائحة. بلادنا الحمد لله يمكننا نقولوا بأنه نجحات في رهان تنظيم هذه الاستحقاقات في الموعد ديالو، في الوقت ديالو، في التنظيم ديالو. سوف يكون لنا موعد معكم غدا إن شاء الله في 12 يعني باش نعطيو لا ديكلاراسيون ديالنا على حسب النتائج اللي غادي تجي. وشكرا.